مساكم الله بالخير مستمعينا محبي وعشاق كرة القدم في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. معكم ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. ومثل ما ذكرناك مثل ما عودناكم في كل حلقة نذكركم بأرقام التواصل لحد يتواصل معنا على STC 844 48 STC 844 48 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل لحد إنه يتواصل معنا في حلقة اليوم من برنامج الجولة، يكتب اسمه ورقم جواله ويرسله على الأرقام النصية التالية، وإن شاء الله بنرجع ندق عليكم مرة ثانية. STC 844 48 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. نبارك لنادي الهلال السعودي ونادي الاتفاق أمس على فوزهم في مبارياتهم في الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال آسيا دور المجموعات. مبروك للهلال، أنعش حظوظه مرة ثانية في خطف إحدى بطاقتي التأهل. نفس الطريقة نادي الاتفاق، نقول إن شاء الله بإذن الله اليوم يكملونها باقي الأندية السعودية. إن شاء الله بعد ساعة لأربع من الآن أو أقل بتكون مباراة تراكتور الإيراني مع الشباب السعودي بالتوفيق للشباب متصدر مجموعته، والأهلي السعودي إن شاء الله بالتوفيق له أيضا أمام سبهان الإيراني بتكون مباراة الساعة 9:45 اليوم، وأيضا الأهلي متصدر لمجموعته. نقول إن شاء الله بالتوفيق للأندية السعودية، ومبروك للأندية السعودية اللي فازت أمس. بصراحة الهلال رد الدين وبقوة للاستقلال الإيراني في ملعب أزادي في طهران، هذا شيء يحسب لنادي الهلال ولمدرب الهلال ولاعبي الهلال وإدارة نادي الهلال، الحق يقال. إذا أنت أعطيت في الملعب وشفنا فعلا حماس في تجهيز، يعني تجهيز اللاعبين، إذا أنت تلعب في ملعب أزادي في إيران في طهران بوجود هذا الجماهير الكبيرة وتفوز، هذا شيء جيد. يعني مثل ما اثنين على الأهلي يوم فاز إيران 4، نثني على الهلال الآن يستحق فوزه في طهران بهذه النتيجة. واضح أنه كان فيه إعداد بدني ونفسي وتجهيز إداري وعلى مستوى اللاعبين، كان الكل في تركيز أمس داخل الملعب، نتج عنه فوز إيجابي لنادي الهلال وعودته للمنافسة على خطف واحدة من بطاقتي التأهل، يا مركز أول أو مركز ثاني. الهلال صار ثاني الآن في المجموعة بست نقاط، الاستقلال لا يزال بسبعة نقاط في المركز الأول، لكن مباريات الجولة القادمة اللي راح تكون في نهاية تقريبا شهر إبريل الحالي، نقول الهلال مع العين في الرياض، ونقول الاستقلال مع الريان، هذه راح نقول إن هي ترسم كثير من ملامح هذه المجموعة، من اللي راح يتأهل منها. إن شاء الله الهلال يفوز، وننتظر المباراة الثانية الاستقلال، وإن شاء الله إنه يكون عموما الآن في دوري أبطال آسيا ما عاد تفرق إنك أنت تأهل أول أو ثاني، أهم شيء إنك تتأهل. ليش؟ لأن الأول كنا نقول أول وثاني عشان الثاني يلعب مع الأول في أرض الأول، كانت الدور 16 من خروج المغلوب مباراة واحدة، لكن الآن صارت مباريتين دور 16 ذهاب وإياب، فما صار تفرق كثير. يعني إذا كنت أنت أول وثاني ممكن تفرق في مباراة الذهاب والإياب، لكن مو بذاك الفرق. يعني عموما نتمنى للأندية السعودية أنها تأخذ المركز الأول أو الثاني، المهم أنها تتأهل عن مجموعتها. اليوم رح نتكلم عن أخبار خاصة عن الاجتماع اللي رح يكون إن شاء الله يوم السبت القادم لرابط الدوري المحترفين مع الممثلي شركة عبد اللطيف جميل المحدودة، مع طبعا اللي هو شركة صلة المسوقة للدوري السعودي، راح نتكلم عنها بالتفاصيل. راح نتكلم عن جمجوم الاتحاد نائب الرئيس، وصار هو الممثل الرسمي الآن للنادي الاتحاد. راح نتكلم عن محمد نور وموضوعه مع بنياس، وراح نتكلم أيضا عن بعض التصريحات الخاصة بدوري أبطال آسيا والمباريات اللي راح تقام بعد شوي.
قبل لا تبدأ مباريات عشان باركنا للهلال، خلينا نبدأ في الهلال عشان نخلص أو ندخل في مباريات اليوم. قدمت إدارة نادي الهلال اليوم احتجاجا رسميا للاتحاد الآسيوي عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيرفع هذا اليوم عن الأحداث التي صاحبت رحلة الفريق في طهران، مرفقا بتقرير مصور عن كافة المضايقات التي حدثت قبل وبعد وأثناء المباراة التي جمعت الهلال والاستقلال، حيث سبق اللقاء إقامة مهرجان ديني بترديد بعض العبارات الدينية ورفع العديد من اللافتات ومضايقة بعثة الفريق أثناء تواجدها في طهران. وقد أبلغت بعثة الفريق أو أبلغت بعثة الفريق مراقب المباراة عن جميع ما حدث في المدرجات من رمي الألعاب النارية وترديد العديد من العبارات الدينية، مؤكدة في الاحتجاج أن ما حدث البعثة بعيد كل البعد عن أخلاقيات رياضة كرة القدم، مطالبة الاتحاد الآسيوي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات المعتادة من الفرق الإيرانية خلال تواجد الأندية السعودية في إيران. يعني هذا حتى أمس كان معنا في برنامج غرفة 11 الكابتن فيصل بوثنين، وكان يقول أن الدرجة يعني كان فيه هو طبعا الكابتن فيصل بوثنين لاعب سابق ودولي في نادي الهلال، كان يقول لي على الهواء أن يعني كان وصل فيهم الحال الاستفزازي هناك في إيران على طاري الأمور الدينية. إذا جت بعثة الهلال تصلي يقول لهم لا تتجهون إلى مكة، اتجهوا إلى قم. فهذا أحد الأمور الاستفزازية الدينية اللي بنشوف وش راح يتخذ فيها الاتحاد الآسيوي من قرارات ومن عقوبات، يعني كلها واضحة أمام الاتحاد الآسيوي. اليوم إن شاء الله الشباب، أكد المدرب رودوم أن فريقه سيخوض مباراة صعبة أمام تراكتور الإيراني، وعبر عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز، وقال تراكتور فريق صعب وسوف تقام مباراة على الأرض وبين جماهيره، وتابع لاعبو الشباب عازمون على الفوز في بنقاط المباراة. مدرب الأهلي السعودي أكد على أن فريق سبهان الإيراني يملك فريقا قويا يضم بين صفوفه نجوما على مستوى عالي، إلا أنه سيبذل كل ما بوسعه لتكرار انتصاره السابق والظفر بالنقاط الثلاث على الأرض وبين الجماهير الوفية، وعلى الأخطاء التي ارتكبها مدافعي الفريق في اللقاءات الماضية. أكد أليكس أن كرة القدم لعبة جماعية، ودائما ما يبحثون عن معالجة أخطاء الفريق بشكل عام وليس الأخطاء الدفاعية وحدها. إن شاء الله الهلال فاز أمس على الاستقلال، وإن شاء الله اليوم الشباب يفوز على تراكتور، وإن شاء الله الأهلي يفوز على سبهان. يعني خلينا ندق رؤوس الإيرانيين. محمد نور وبنياس، تشير مصادر الجولة أن كابتن نادي الاتحاد السابق محمد نور سيحدد وجهته المقبلة خلال 48 ساعة القادمة، حيث تشير المصادر عن تلقي اللاعب عدة عروض شفوية ورسمية أبرزها من أندية اللخوي القطري ونادي بنياس الإماراتي الذي عقد وكيل أعمال اللاعب معهم عدة اجتماعات. وتشير المصادر عن اقتراب التوقيع معهم بعد الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد من الجوانب المالية. يعني إلى الآن في اتفاق كامل بين بنياس والكابتن محمد نور، لكن إلى الآن ما تم التوقيع بشكل رسمي، واحتمال ضعيف أنه ممكن يكون يدخل نادي الأخوي القطري. هذه حسب طبعا معلومات مصادرنا في برنامج الجولة. بناخذ موضوع طبعا اجتماع يوم السبت في الحسا، وراح نتكلم على المسمى دوري زين، بس خلينا ناخذ اول عمرو تفضل. الو، حياك الله عمرو. حياك الله يا عمر. حياك الله. الله يحييك، وش اخبارك؟ طيب والله الحمد لله، الله يديك العافيه. اول حاجه انا احب اثني على مجهودك في تقليم اتحاد نادي الهلال، وعقبال ان شاء الله اليوم نهني نادي الشباب ونادي الاهلي على يا رب انتصر على سبهان، وإذا الفريق والله ما نعرف اللي أقول اسمه الإيراني الثاني تراكتور، كنا شركة سيارات ولا شركة موبيل حق زيت. الله ينصرهم إن شاء الله، هم قدروا قدود أمس. الحمد لله الهلال رد شوي من قيمة الكرة السعودية في أراضي الطهران الإيرانية، وأتمنى يا رب اليوم امتداد ل الأندية السعودية يا رب انتصارات يا رب. طيب عمرو، موضوع محمد نور الآن أنه يروح الإمارات أو قطر، رأيك؟ والله شوف يا سامر، يعني محمد نور ما أخذ قيمته في
نادي الاتحاد. هذا الكلام انا دخلت معك قبل كده وقلت انه للاسف النادي الاتحاد ما ادى اي اعتبار لواحد من اساطير النادي. من حقه يشوف اي عرض ثاني، الله يوفقه يا رب. انا باعتقادي صراحه مع احترامي للدوري الاماراتي والدوري القطري، لكن محمد نور كمستوى وكلاعب اعتقد انه كنت افضل انه ينهي مسيرته في دوري اقوى من كذا، او انه كان يعلن اعتزاله لانه اعتقد انه يعني نهايه مسيره بهذا الشكل للاعب كمحمد نور صعبه شوي. طيب عمرو بس دقيقة، خلينا نذكر بمباريات اليوم. دوري أبطال أوروبا في الشامبيونز ليج طبعا الساعة 10 إلى ربع اليوم بتكون مباراة برشلونة الأسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ومباراة يوفنتوس الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني. ونذكر أن الأندية اللي تأهلت أمس بصعوبة ريال مدريد عن طريق جالاتاسراي التركي، والبروسيا دورتموند الألماني عن طريق ملقا. عمرو انا اعرف انك تشجع اليوفي. اي والله. ها كيف تشوف اليوم؟ والله مباراه صعبه، مباراه انتهت في المانيا 2-0، وانت شايف الفريق بايرن ميونخ واحد من المرشحين لاخذ كاس البطوله. لكن كل التصاريح وكل الاشياء قال خصوصا في موقع يوفنتوس انه نحن قادرين على العوده، قادرين على قلب النتيجه، ولو في اسوء الاحتمالات هنوصل المباراة ضربات الجزاء الترجيحية. هذا كلام كونتي. لكن على الورق بايرن ميونخ أنا أقولها ومقهور شوي، بس الحمد لله. لا أنا أقول لك شوف، أنا أتمنى اليوفي يتأهل بس مو بعشانك. أجل. أبغى يتأهل عشان يلعب ضد ريال مدريد إن شاء الله، في القرعة بتكون يوم الجمعة. وبعدين نتفاهم أنا وأنت، أنت تقول لي تاريخيا إنه ريال مدريد إذا لعب مع اليوفي اليوفي يطلع صح؟ ثلاث مرات، ما بمرة ولا مرتين، بتصير 3-1. اي انا ريال مدريدي ترى مثلك، بس لاجين على يوفنتوس ريال مدريد لا معليش، انا يوفنتوساوي. يعني يا ريت انه يكون قلبك معاي زي انا قلبي معاك في ريال مدريد، يكون قلبك معاي شوي في يوفنتوس اليوم. بس تستاهل، احرجتني، يعطيك العافيه عمرو. شكرا لك. طيب نذكر بأرقام التواصل STC 8-3-4-8، موبايلي 630-590، زين 7-3-22-22. موضوع اجتماع رابط الدوري المحترفين السعودي اللي راح يكون يوم السبت القادم في الاحساء، وموضوع مسمى دوري السنه الجايه، الدوري السعودي. طبعا دوري زين هذا الموسم راح يكون باسم زين، اخر موسم راح يكون العقد الجديد لعبد اللطيف جميل بدايه من الموسم الرياضي المقبل. التفاصيل أن راح يكون في اجتماع لمجلس إدارة رابط الدوري المحترفين السعودي في الأحساء يوم السبت الساعة 1 الظهر في فندق الأنتركونتيننتال في الأحساء. راح يحضر ممثلين عن شركة عبد اللطيف جميل، وسيقدمون عرض مرئي على أعضاء الرابطة. طبعا هذه أخبار خاصة في برنامج الجولة. سيحضر ممثلين عن شركة عبد اللطيف جميل وسيقدمون عرض مرئي على أعضاء الرابطة، يتضمن آلية الرعاية سواء في ملاعب الأندية أو ملاعب الدوري أو قمصان الفرق، ونسبة كل نادي من الرعاية ومميزات الرعاية. وسيحضر ممثلين عن شركة صلة المسوقة للدوري السعودي. سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لرابط الدوري المحترفين للدرجة الممتازة، وسيتم التصويت على تعيين ياسر المسحل كمدير تنفيذي للرابطة من عدمه. أتمنى أنها واضحة. الاتحاد السعودي سيعتمد مجلس الإدارة الجديد لرابط الدوري المحترفين في اجتماع القادم في 22 ماي. بالنسبة لمسمى الدوري السعودي السنة القادمة، كان في 3 احتمالات، اللي هو احتمال أن يكون اسمه دوري جميل، واحتمال كان يكون اسمه دوري عبد اللطيف جميل، وأن يكون في احتمال أن يكون دوري تويوتا. بنعطي كل سيناريو وبنقول وش اسم الدوري. بالنسبة لدوري تويوتا هذا مستبعد الآن، لأن يقولك هذه تحتاج موافقة الشركة الأم
تيوتا، وهذا إلى الآن، وهذه حنا قلناها من زمان من فترة طويلة من يوم ما كان في الاتفاق النهائي بين الاتحاد السعودي وشركة عبد اللطيف. فالموضوع أن دوري تيوتا ومسمى تيوتا كان أنه عبد اللطيف جميل ترفع للشركة الأم وتحصل على موافقتها، بس إلى الآن ما في موافقة أو ما أخذت موافقتها. هذا بالنسبة لموضوع اسم تيوتا، فهذا يستبعد. موضوع اسم جميل كان هو الأقرب، لكن الآن حنا بنستبعده أيضا، بنقول أن اسم دوري راح يكون اسمه دوري عبد اللطيف جميل. في السابق حنا قلنا في فترة طويلة سابقة أنه كان من الصعوبة أن يكون اسمه عبد اللطيف جميل، لأنه يعتبر اسم عائلة، وهذا يحتاج أن يكون باسم سجل تجاري أو غيره، فهذا يمنع. لكن الآن الأخبار اللي عندي تقول أنه هذا يعتبر اسم علامة تجارية، اسم عبد اللطيف جميل أصبح علامة تجارية، فما يعتبرون الآن أنه اسم عائلي، لا، يعتبرون اسم ذو علامة تجارية. فالآن حنا نقول أن اللي ترغب في شركة عبد اللطيف جميل وتم رفعه بشكل رسمي، وهو الأقرب بنسبة 99% أن يكون اسمه دوري عبد اللطيف جميل. هذا راح يكون اسم الدوري الموسم الجاي. وعموما طلعت تسريبات في تويتر بالصور، ما طلعت بشكل كبير، وانا متاكد حتى كثير من الوسائل الاعلاميه ما يدرون عنها ولا هذا، بس ان طلعت يعني ها بعض الصور. احنا نستغرب هذا التسريب، لكن عموما الاقرب هو اسم عبد اللطيف جميل. عبد اللطيف جميل هذا حسب ما وصلنا هو الشركة، هو الأقرب. لا حد يجينا عاد يوم السبت هو راح يتم الإعلان يوم السبت، لا حد يجينا يوم السبت يقول لك لا والله طلع اسمه جميل، لا، هو الأقرب بنسبة 99% اسم عبد اللطيف جميل، دوري عبد اللطيف جميل، لأن يعتبرون اسم عبد اللطيف جميل هو اسم ذو علامة تجارية وليست اسم عائلي، فهذا هو الأقرب إلى الآن. وطبعا راح يكون في مثل ما قلت اجتماع لمجلس إدارة رابط الدوري المحترفين يوم السبت القادم في الأحساء الساعة 1 الظهر في فندق الانتركونتيننتال، وراح يحضر ممثلين عن شركة عبد اللطيف جميل، وراح يقدمون عرض مرئي على أعضاء الرابطة يتضمن آلية الرعاية سواء في ملاعب الأندية أو ملاعب الدوري أو قمصان الفرق، ونسبة كل نادي من الرعاية الموسم القادم وخلال فترة الرعاية ومميزات الرعاية، وراح يحضر ممثلين عن شركة صلة المسوقة للدوري السعودي، واحتمال يكون فيه حضور لأحمد عيد، احتمال، بس إلى الآن ما ندري أحمد عيد يعني اتخذ القرار بشكل رسمي أنه بيحضر أو لا. نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590 زين 73 22 22. وطبعا عشان نذكر بعد ما يتم الاتفاق على كل الأمور هذه كلها في الاجتماع يوم السبت، الاتحاد السعودي راح يعتمد مجلس الإدارة الجديد لرابط الدوري المحترفين في اجتماع القادم، راح يكون يوم 22/5 القادم، لأن في الاجتماع يوم السبت راح يتم تحديد اسم الدوري للرابطة، وراح يتم في اللي هو تشكيل مجلس إدارة جديد للرابطة، يعني مو بس إنه الاجتماع راح يكون عشان مسمى الدوري، لا، راح يكون في تشكيل مجلس إدارة جديد لرابطة الدوري المحترفين للدرجة الممتازة فقط، وراح يتم التصويت على تعيين ياسر المسحل كمدير تنفيذي للرابطة من عدم، على حسب يا يصوتون بإيه يا يصوتون بلا، لأنه مثل ما أنتم عارفين اللي كان المدير التنفيذي أول للرابطة الدوري المحترفين اللي هو كان محمد النويصر، لكن محمد النويصر بعد ما استقال الأمير نواف بن فيصل من رابطة الدوري المحترفين وتغيير اسمها كانت هيئة أول، صار طبعا رئيس رابطة دوري المحترفين اللي هو محمد النويصر، فأصبح المنصب هذا شاغر اللي هو المدير التنفيذي. هل يأخذ ياسر المسحل أو لا؟ التصويت رح يكون يوم السبت القادم. بعد فاصل نرجع مع برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. بدر القويعي في تويتر يقول لي خذها مني يا ثامر اليوم وفي غير اليوم. طيب نشوف، بانتظارك يا بدر. طيب ناخذ أبو خالد، تفضل يا أبو خالد. عليكم مساء الخير أخ ثامر. حياك الله يا أبو خالد. أول شيء أنا بشكرك على جراءتك وطرحك المثمر إلى كثير من القضايا. تسلم يا أبو خالد، شهادة نمتاز فيها. في عندي شيء أنا أذكره. تفضل. الآن الاتحاد أو إدارة الاتحاد اتخذت قرار بشين محمد نور ومجموعة اللي معاه وخلاص. إذا أنت إنسان واثق من القرار اللي بتاخده وبتنفذه ما تخاف من عقباته.
امس في احدى القنوات الفضائيه وانا اعتقد انك متابعته انت اتصل الفائز على المعد مقدم البرنامج واسلوب طرحه للموضوع كان باسلوب تهديد حتى انه ذكر له الاخ عادل فراس انا اقول لك بصراحه يقول انت بتهددنا او يعني ليه بتتكلم بالطريقه هذه يقول يا صحفيين اسكتوا عن الموضوع ريحونا احنا بنشتغل في صمت انت بتشتغل في صمت على عيني وعلى راسي يا دكتور بس انت بتشتغل بقرار من شخصين اكثر من عضو في نادي الاتحاد ذكروا وفي الجرائد يعني ما اعتقد انه هذول كلهم الجرائد كلها بتكذب وبتعطي صوره غير صحيحه بيذكروا انه الموضوع هذا كان بين اثنين جمجوم وفايز يعني قرارات فرديه من شخصين. طب ايش رايك في عادل جمجوم؟ والله عادل جمجوم حسب المزاجيه هي طيب. المشكله طيب ابو خالد خليك معي أنا في عندي خبر صراحة واقف في حلقي ودي أقوله ماني قادر أصبر. يقولك أكدت صحيفة المدينة في عددها الصادر اليوم أنباء تفيد بوقوع خلاف كبير بين لاعب نادي الاتحاد نايف هزازي ونائب الرئيس عادل جمجوم بعد أن طالب اللاعب بتسليم اللاعبين رواتبهم التي بلغت ما يقارب 6 أشهر. ونقلت الصحيفة على لسان هزازي سلمونا رواتبنا فرد جمجوم إذا مو عاجبك الباب يفوت جمل. أنا في ناس كثير ممكن يقولون لي والله يا ثامر أنت طيب هذه أنباء صحفية في صحيفة المدينة ليش بتجزم أنها صحيحة؟ والله صراحة أنا أثق في جريدة المدينة. ليش؟ لأنه رئيس القسم الرياضي فيها عبد الله فلاته، وعبد الله فلاته أنا من الناس اللي أثق فيه ومعرف أنه قريب من نادي الاتحاد، فلا يمكن أن يكون هذا كلام مو بصحيح. فأنا أقول وأنا عارف وأنا مسؤول عن كل شيء أنا أقوله، عادل جمجوم والله العظيم أنا ما أدري إذا نايف هزازي الباب يفوت جمل، أنا ما أدري وش اللي يفوتك بصراحة لأنه مسخت عادل جمجوم يعني مصدر نفسك كذا كل شيء في نادي الاتحاد ومحمد نور والجماهير. ترى والله العظيم يا جماعة الخير الاحتقان اللي قاعد يصير هذا لا يمكن، ما في أحد يرضى فيه، لا يمكن، هذا راح يسبب مشكلة. هذه أشياء حنا ما تعودنا عليها، أن نشوف والله تجمهر عند نادي الاتحاد ولا نشوف تكسير عند نادي الاتحاد ولا نشوف في أي مكان، ما يصير هذا الكلام. ولا هذا قاعد يسببه عادل جمجوم احتقان في يعني خلينا نقول في المدرج الاتحادي، ما يصير هذا الكلام اللي قاعد يصير من عادل جمجوم. لأنه في النهاية أنا أقولها بكل أمانة وبكل صراحة اللاعبين هم اللي عندهم يعني الجماهيرية وهم اللي راح يكون الأبقى في النادي سواء نايف هزازي أو حتى طلع محمد نور أو يبقى أسامة المولد، فراح لا راح يعني مشت في واحد ما راح تمشي مع الباقي. تفضل يا أبو خالد. أنا بذكر لك شيء. طب خلي نقول موضوع نايف هزازي غير صحيح. طب حامد البلوي صرح الرجل شخصيا إنه سبب خروجه إنه المبالغ اللي جات وزعت على 3 أشخاص وبقية اللاعبين اللي احتاجوا مبالغهم إلى الآن محمد نور عطور مخارصة وكل شيء، الفلوس تبعهم لم تدخل حساباتهم البنكية مع وعد انه تمام. اللي يهدي محمد نور وكلنا نعرف الحاجة دي البلوي ابو ثامر، يعني هو الرجل يمكن طلبها من نور من الشباب، يا شباب هدوا الموضوع وتوكل على الله. بس يعني صعبة انه واحد زي الدكتور الفايز يتصل امس ويتكلم شوية، والله احساس شوية كان حيبكي يعني تتركونا نعمل في صمت. طب فين الصمت اللي بتعملوا فيه؟ مشيته نور ولا معاه شويه انت غلقته في حمد البلوي شويه، يعني كل شويه بتشيل مين؟ طب هل انتوا تبغوا الاتحاد يكون وكاله خاصه لناس محددين؟ اذكروها علنا وخلوا الاتحاد لكم. يعني انسحاب على الشيخ وهو الداعم، انسحاب الامير منصور تمام وهو داعم، كلهم سيبوا الاتحاد ليش؟ من التخبط. تخبط، كل واحد يجي يعتمد الاتحاد كأنه بيته وبيحكم في أولاده وأهله وبيحكم فيه. والله أنا عجبتني مداخلة أبو خالد قبل كم يوم بس والله ناسي من اللي داخل معنا، واحد من الجمهور يقول بصراحة المفروض كبار الاتحاد مثل منصور البلوي ومثل آل الشيخ أو المندوب الخاص بآل الشيخ وأحمد محتسب والكبار هذولي على أساس أنهم ينتشلون نادي الاتحاد من اللي قاعد يصير الآن. ما هم بيعطوا صورة أنه الاتحاد عليه ديون، الاتحاد عليه كذا. طيب حاسبوا الناس، البلوي أنا واثق البلوي لو جاء أبو ثامر والله يدفع للاتحاد ملايين ودفع قبل كذا. الرجل ما عنده أي مانع، بس اتركوني أعمل أجيب الناس اللي معايا يعملوا كل الأشياء. أنا الشيخ، أنا الشيخ ممكن ينتشر الاتحاد في ساعة في ساعة يعطوهم اللي يبغوه، بس لما لقى التخبط في العمل قال لهم مع السلامة أشبع بالنادي وخلوك أنه ملكية خاصة.
واضحة الصورة أبو خالد، يعطيك العافية. في حاجة ثانية بقولها دائما في اللجان، وهذه حاجة أخيرة وآسف. لا لا بالعكس تفضل. اللجان دائما يتسرب منها مواضيع تمام، نجي الخبر ذا طلع، الخبر ذا طلع، ويجي الاتحاد السعودي يقول لك لا اللجان يخلوا جوالاتهم برا، ما حد يتكلم، ما حد كذا. يعني هل هم عاملينها لمؤاخذة زي عرس إنه اللي يدخل يتفتش بجواله؟ طبعا لا، كلهم داخلين بجوالاتهم. وبعضهم يدخلوا، وأنا أقول لك الحاجة دي وأنا عارف المصدر، يدخل يخلي جواله مفتوح من يدخل إلى يخرج، ضامن اللي حتسجل ينقل على الهواء. شباب والشباب على الهواء مباشرة. والله في اجتماع للجنة من اللجان ما مداهم يقولوا مع السلامة ويقوموا من على الطاولات إلا الخبر نزل على تويتر وعلى الفيسبوك. واضح الصورة أبو خالد. شكرا. لا بالعكس حياك الله. نرجع لموضوع عادل جمجوم، يعني يقول إذا مو عاجبك الباب يفوت جمل. أنا برأي جمهور الاتحاد فيها من جد ودي في الموضوع هذا. طبعا على خلفية نادي الاتحاد اللي قاعد يصير فيه استقالات العديدة، قدم حمد البلوي مدير الكرة في النادي استقالته من منصب أمس خطوة مفاجئة بعد 24 ساعة من حصول محمد نور على مخالصة مالية، حيث لم تتضح أسباب استقالته إلا أن بعض الأنباء تشير إلى رفضه بعض قرارات الإدارة الاتحادية مؤخرا. بعض الأنباء عشان لا حد يحسب علينا. طيب بندر، بدر تفضل يا بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا بدر. كيف حالك؟ بخير الله يبارك فيك. أخ سمر، الاستقالة حامد البلوي أمس كانت بصراحة جدا مفاجأة. ولما يستقيل فرد من أفراد الاتحاد مثل حامد البلوي هذا الدليل على تخبط واضح، يعني تخبط بشكل كبير بشكل كبير جدا. المشكلة يعني بدر تبين أكون صريح معك. نعم. يعني حامد البلوي انت يعني اذا عرف السبب خلاص يعني بطل العجب، يعني بطل العجب. يعني احنا عارفين انه حامد البلوي جاي لمرحله، كانت مرحله في فتره التسجيل ذيك الايام انه بعض اللاعبين كانوا قايمين قومتهم على نادي الاتحاد وعلى الاداره عشان حقوقهم. تعالي حامد البلوي انت محبوب عند اللاعبين، ركد اللاعبين هذول شوي، خلي فتره التسجيل هذه تنتهي على خير، وبعد كذا نعم. والله راح ما راح لا عادل جمجوم ولا حد بيفرق مع حامد البلوي ولا غيره. مو هذا دور الاستاذ حامد البلوي في هذه القضيه. اللعيبه ليش هذول اللعيبه الان ما ركضوا؟ ليه اللعيبه الان خلاص ما هديت النفوس؟ لانه ما اخذوا حقوقهم مسكنات. لانه ما اخذوا حقوقهم. اي ما اخذوا حقوق مسكنات ذيك الايام ذيك الفتره، وتنازل شوي وتنازل الفتره هذه واوعدك الفتره الجايه ويلا انتو حظك. اللعيبه شبع من المسكنات. ما في اي عمل جاد. لما يغيبوا الاعضاء الداعمين، يغيبوا الأعضاء الداعمين لنادي الاتحاد في ظل كان في عهدهم في صرف المبالغ، ما يعني في صرف المبالغ في عمل جاد، لكن المشكلة إنه هذه الإدارة يعني هذه حبة يعني والله ما أدري إيش تسوي. الله يعيني بدر صراحة شيء ظلم، والله شيء ظلم. الله يعيني. ثانياً على السريع عشان بطلع فاصل بدر. طيب. محمد نور المفروض لما يخرج او يتم احلاله هو وزملائه الاخرين يتم احلالهم بطريقه افضل من كذا، بطريقه لائقه للي قدموه للاتحاد طوال السنين الماضيه. طيب يعطيك العافيه بدر، شكرا لك سامحنا. لا بالعكس حياك الله. يا جماعة الخير بس قبل لا أطلع الفاصل، واحد يقول لي أطالب الأمير فيصل بن تركي أن يرفع عليه قضية بسبب اعتداءك اللفظي المستمر على النادي وعلى الأمير، اتقي شر الحليم إذا غضب. حجب طاري فيصل بن تركي يا جماعة اليوم، هذا من أمس ترى مسكت معي، يعني أنا ما أدري من أمس يعني مثل هذا وش تقولون له؟ يعني سمع دقيقة من البرنامج يعني بيذكرني بالأمير فيصل بن تركي. طب وش بقول الحين؟ أقول الأمير فيصل بن تركي غير ملم بالقوانين والأنظمة؟ هل هذا الكلام يعني مثلا بيخلي أمير فيصل بن تركي بيرفع عليه قضية سايبة هي مثلا الدولة؟ أنا ما أدري. نطلع الفاصل نرجع مرة ثانية نكمل باقي فقراتنا في برنامج الجولة برعاية شركة الخريف التجارية. أكد الأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة أعضاء شرف النادي الأهلي لوسائل الإعلام بالتصريح، قال فيه: أنا سعيد بالإنجاز الذي حققه فريق الأهلي الأولمبي خصوصا وأن أغلب اللاعبين أعتبرهم أبنائي وتابعتهم منذ مراحل بدايتهم الكروية منذ أكثر من 7 سنوات في البراعم ثم الناشئين
مرورا بدرجة الشباب حتى وصولهم للفريق الأولمبي، وعن كيفية التعامل مع العناصر التي ستصعد من الأولمبي للفريق الأول. قال الأمير خالد بن عبد الله سيصعد من الأولمبي للفريق الأول 4 أو 5 لاعبين فقط، بينما سيتم إعارة العناصر المتبقية لأندية أخرى مع تكفل النادي الأهلي بمرتباتهم لمدة موسم واحد. وفي الختام تحدث الأمير خالد بن عبد الله وقال أتمنى أن تأتي عروض أوروبية للاعبين مثل صالح الشهري والذي يلعب في الدوري البرتغالي الذي يشارك في بشكل إيجابي مع الفريق. نذكر طبعا اليوم مباريات أنديتنا السعودية المشاركة في دوري أبطال الخليج، السلمية الكويتي مع نجران، الفيصلي السعودي مع البسيتين البحريني في مباريات إياب دور المجموعات. في معنى اتصال، محمد فضل. محمد سامر حياك الله محمد. الله تحيي الدوم حبيب قلبي. أول حاجة حب تبقاني على الاتحاد، يعني يحكى في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان في الاتحاد بطل عميد آسيا، كان المحقق الرابع عالميا، وكان لين ما أصبح الآن في خبر كان يا صاحبي. ورسالة طبعا بالنسبة ل يعني مدام العملية من الإدارة، والله كلنا بصراحة فينا من الحزن على اللي قاعد يصير في نادي الاتحاد، مو صالح الكرة السعودية أبدا يعني. أكيد أنا حقول لك بالنسبة لإدارة الفائز، طبعا مع احترامي للعم الفائز إنه هو يعني يحب النادي الاتحاد ويحب إنه يسوي، لكن طبعا مدام أنت نديت بالتشبيه باللعيبة في الاتحاد فكان أجدر إنه كنت الآن ما شاء الله العمر له يعني 70 سنة ورجل كبير وأكبر رئيس نادي في الأندية السعودية هو الفائز، يعني ما أحد ينكف مفروض بدأ هو بنفسه إنه كمان أنا أخذ إجازة مفتوحة كمان زي ما أعطته للعيبة. هذه حاجة. الحاجة الثانية اللي لازم تعرفها ويعرفها جمهور الاتحاد سامر بخصوص المهندس مدري المحامي عادل جمجوم. عادل جمجوم في إدارة سابقة للأمير خالد بن فهد اللي هو كان رئيس أعضاء شرف نادي الاتحاد سابقا، أنت عارف إنه هو انقرض، يعني شوف إيش اللي سواه محمد نور الاتحاد من بطولات 21 بطولة أو 22، وإيش اللي سواه عادل جمجوم؟ تعرف إنه طرد من ورجعت له رسوم العضوية الشرفية من قبل رئيس أعضاء شرف الاتحاد لو خدمة. هذا اللي قدمه عادل جمجوم، وشوف اللي أنا صعب أن أقارن محمد نور بعادل جمجوم، لكن كجمهور الاتحاد لازم يعرف يعني الاتحاد الحين ينباع تشليح يا جمهور الاتحاد بحراج الصواريخ بصراحة كده قطعة. نايف اليوم حيطلب طبعا مخالصة، وسام مولد راح والفريق مين حيبقى في الدفاع؟ يمكن بكرة نشوف اللي حيبقى سنتر تقريبا هو عادل جمجوم، وحيبقى في الأطراف اللي هو مين اللي هو الفائز. أوكي إحنا كلنا مع التشبيب والشباب، بس مش للدرجة هذه الاتحاد والله. ولا بالطريقة هذه. طيب محمد بستغل تواجدك معي، واحد هنا مرسل رسالة على SMS اسمه وليد الحارثي يقول ودي أشارك تراكم كبرين موضوع نور وهو يستاهل اللي صار له. هذا كلام أنا أشك إنه هذا اتحادي أصيل لو يعرف الاتحاد. لا تشكك في اتحادية الرجال عشان قال رأيه. والله يا سامر في الأيام هذه. لا نزايد على أنت اتحادي وهذا اتحادي أكثر، يمكن له وجهة نظر ثاني واتحادي غير على النادي. وشوف أنا بقول لك في المشكلة الآن اللي إحنا صايرة فيها في الاتحاد الآن حرب أهلية طاحنة بجد، يعني أحزاب بس نعم أحزاب، حرب أهلية طاحنة بين جمهور المؤيد لإبعاد محمد نور، ثم شوف 5 إعلاميين ما في 5 وما أبغى أقولهم اللي تبغى أنا أقول لك يوم حرب من اسم الآن يا سامر والله من 5 سنوات، وأنا مستعد أقول لك يوم اسم يحاربوا محمد نور وكمان اللعيبة يقول لك شلالية يقول لك عواجيز. يا أخي حسين عبد الغني لما راح النصر قسم بالله قدم مستويات وما زال يقدم أفضل يمكن من أي لاعب نصراوي الآن، بس هي الفكرة وما فيها سبحان الله تفشي الحسابات. يعني عشان محمد يعني عندك أنا حقوله مستعد بالاسم وأنا مستعد، عندك أبو بكر مالي، عندك محمد أبو هداية، عندك عاصم عصام الدين، عندك كمان اللي هو الجحدري، عندك الأمير فهد خالد بن فهد، دولة مشغلين حرب من 4 سنوات على محمد نور وعلى اللعيبة هذا الاتحاد. ليش طيب ليش؟ ليش؟ لأنه يا تسوي كده يا 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 حاربك يا تسمع اللي أنا حقولك إياه يا ما أبغاك. يعني في ناس يا أخي احترام رأي، يعني أنت عارف محمد أبو بكر كان بيوم اللعبة قال بصار عدو لدود، أصبح يعني هي العملية تصفية حسابات والله ما لها علاقة في كرة قدم نهائية ولا في المستوى ولا في الفنية. هذه الحقيقة يا سامي. طيب واصل صوره والله 5 سنوات ما حنشوف بطولة. شكرا لك. مباراة الشباب يا جماعة اللي بنعرف. طيب بالنسبة الأخوان ولا الزملاء الإعلاميين اللي قال عنهم محمد قبل شوي، المجال مفتوح، هذا رأي المستمعين مو برأي أنا ولا هو رأي البرنامج.
إذا في أحد ودي يعلق على الموضوع بالعكس ما عندنا مشكلة. هنا في محمد عامر يقول لي وش صار في النصر، يا ليت تحدد يا محمد على موضوع إدارة النصر تقصد، والأمير فيصل بن تركي، ولا النصر كمستوى الآن هالأيام. إذا كان تقصد إدارة النصر، طبعا إدارة النصر رفعت احتجاج، والله يستر على هادي اليامي رئيس لجنة الاستئناف. هذه آخر شيء بس ما ندري عنه شو بيصير. بالنسبة أي شيء ثاني يا ليت أنك تفصل إذا ودك تعرف شيء ثاني. أبو أحمد، أهلا ومرحبا، كيفك؟ حياك الله يا غالي، تفضل. نحن نتكلم عن مباراة عن الاتحاد. أول شيء مبروك للأهلي، مبروك للأهلي الهلال والاتفاق. الهلال والاتفاق والأهلي إن شاء الله. إن شاء الله الأهلي والشباب اليوم بإذن الله. أنا اتحادي، أتكلم عن إدارة الفائز. إدارة الفائز قبل القرار قالت على نور إنها إجازة فقط في أحد القنوات، في أحد البرامج السعودية إجازة. شوية نسمع بالقرار إنه أول ما أدري كيف يفكر، لأنه يحاول كسر مجاديف الاتحاد. يحاول، ما أدري إيش بيسوي صراحة. طيب واضح الصورة، يخرب الاتحاد. طيب يعطيك العافية غالي، شكرا. شكرا، يعطيك العافية. ماذا؟ شكرا لك. اعترف المهاجم العماني عماد الحوسني بأنه في الفترة الماضية واجه ضغوطا كبيرة بسبب صيامه عن التسجيل، ولكنه بدأ يستعيد شيئا من إمكانياته التهديفية مؤخرا، وخاصة مع قدوم البرازيلي برونو سيزار. وتمنى الحوسني أن يكون في منتخب عمان لاعب مثل سيزار هجومي. وحول وجهته المقبلة قال من الصعب الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي حتى لا يتشتت ذهني، وأثنى الحوسني على جماهيرية الأهلي وحبها له، مؤكدا أنه لن يجد جماهير في أي نادي آخر توازي الجماهير الأهلوية. طيب في معنى اتصال. عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز موجود؟ الو، حياك الله يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك اخوي تامر؟ بخير الله يبارك فيك. في البدايه بس احب اقول ان شاء الله اليوم بالتوفيق يا رب باذن الله للملكي باذن الله، هذه البدايه، وان شاء الله كمان التوفيق للشباب. واحب اتكلم بس اقول لك يعني خلاص بتكلم بس عن الاتحاد. تمام. بخصوص يعني محمد نور، انا اتفق معاكم كثير يا اخوي سامر، محمد نور لاعب كبير. لكن حكايه انه الصوره اتوقع انه هذه كبيره شويه يعني. ليه؟ يعني الصوره ما اتوقع ان محمد نور الصوره ولا حاجه. ليه؟ لاعب كبير قدم الاتحاد شيء كثير، صح اوكي اتفق معك. لكنه يعني انا بسالك يا سامر، يعني عمرك سمعت انه واحد قال محمد الشلهوب الصوره صراحه؟ طيب انت قصدك يعني من اي نوع، يعني قصدك يعني عدد البطولات اللي حققها؟ عدد بطولات ولا غيره يعني محمد، يعني ما عمرنا محمد شلوب يمكن حق جوله. طيب موجود ولا راح عبد العزيز؟ طيب يا جماعة الخير، والله مو بانا اللي قطعت الخط، رجعت صفية عثمان عشان لا تنحسب علينا. يا جماعة الخير يعني أنا ما أدري، محمد الشلهوب يعني قدم الكثير ورمز وأسطورة الهلال يعتبر، يعني سامي الجابر قال تعدانا محمد الشلهوب، هو يوسف ثنيان يعني عدد البطولات اللي حققها مع نادي الهلال. محمد نور أسطورة لن تتكرر في نادي الاتحاد، يعني لا نقلل من الناس، بالعكس يا ليت أن يكون في محمد نور ثاني بس ما يجي. طيب هذا عبد العزيز. طيب عبد العزيز، هلا عبد العزيز، تفضل. فبقول لك يعني من ناحيه البطولات احنا ما سمعنا قال محمد شلوب اللي هو صوره ولا شيء، ايش معنى جت على محمد نور؟ لا انا قلت محمد يمكن قطع الخط قبل شوي، اقول لك لا انا اعتبر محمد الشلهوب اسطوره صراحه من المهاره ومن لا انا اقول لك اقول لك سامي الجابر اللي هو يعتبر حتى احد رموز واساطير نادي الهلال، يعني قال اللاعب هذا تعدانا، تعداه يوسف ثنيان حتى من عدد البطولات والاشياء اللي سواها. فالان محمد نور اسطوره نادي الاتحاد في عدد الالقاب وعدد الانجازات اللي حققها لنادي الاتحاد. رويترز وكاله الانباء العالميه ذكرت ان لن ينسى التاريخ ما حقق نادي محمد نور لنادي الاتحاد من بطولات اسيويه وايصاله حتى للعالميه، فلا ننكر جهود بعض اللاعبين اللي ما راح يجي مثلهم. طيب اوكي هذه نقطة. النقطة الثانية بس اخوي تامر عشان ما اطول عليك، تفضل. يعني في قبل فترة في اكشن دوري كما منذر البطاطي يسأل محمد الفايز عن الديون وما الديون ومن عارفه، يقول له لا هذه ما هي ديون، هذه التزامات. يعني التزامات 86 مليون، انت تضحك على مين؟ التزامات
التزامات هذا التلاعب بالألفاظ ما عليك. نعم فهذا شيء. والشيء والنقطة الأخيرة بس بذكرها تفضل حبيبي. أنا بقول لك حاجة وللجمهور الاتحادي تمام، بقول لك حاجة لك والجمهور الاتحادي وأنا متأكد حتى زعلوا مني. تعتبروها شماتة ولا عاد والله ما أدري. لا توجه لي وجه للجمهور عاد إن شاء الله يرضون عليك. الجمهور الاتحاد أنا بقول لك إياها والله العظيم يا تامر، أنا أفتكره كأنه قبل شوية منصور بلوي وفي صحيفة الرياضية لما كان رئيس الاتحاد قال أتمنى تدهور النادي الأهلي. قال أتمنى تدهور النادي. أنت أهلاوي يا عبد العزيز؟ إيه أهلاوي. عشان كذا تقول محمد نور مو بأسطورة؟ لا 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 والله أنا قلت لك لاعب كبير، أنا قلت لك لاعب كبير. أكيد عاد بعد بتقول لي لاعب صغير هذه سالفة أكيد غش من عني وعن أي أحد. إنه أيوه لاعب كبير وكيف أتفق معك لا أسطورة. لا 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 أسطورة عاد لا لا نسقط على محمد نور عشان انتماءات معليش. لا لا معليش لا معليش أنا أحترم رأيك عبد العزيز بس هذه ما تعدي. لا معليش هذه وجهة نظري. وجهة نظرك بس هذه هذه من الثوابت. أيوه أوكي أنا هذه ما يبغى لها. لا في فرق أنا أنا أديتك مثال محمد الشلهوب. طيب حلو حلو طلع محمد الشلهوب ومحمد نور من الحسبة من الأسطورة في وجهة نظرك في السعودية. ماجد عبد الله بس في الأهلي ما في أحد. لا أنا بقول لك في الأهلي لا بس ماجد عبد الله. طيب استاهل أبو عبد الله يعطيك العافية عبد العزيز. الله يعافيك. شكرا شكرا لك يا جماعة الخير. أحترم الكابتن ماجد عبد الله أسطورة ما فيها نقاش بس محمد نور أسطورة. لا نضحك على بعض. محمد نور سامي الجابر يوسف ثنيان اللاعبين ما يتكررون مرة ثانية. مين مروان تفضل يا مروان. كيف حالك طيب؟ حياك الله يا مروان. أشكرك على هذا البرنامج. حياك الله يا غالي. يا أخي محمد الفايز يا أخي استغيل 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 خلاص يا أخي بدون ما تعصب بدون ما تعصب كفاية والله من جد. طيب يقول لك محمد نور مو بأسطورة. لا أسطورة وأنا أخوك أحسن لاعب في السعودية. ما قال لك طيب ما سمعت اللي قبل شوي؟ أيوة سمعت لك هلاوي متعصب. طيب والله يا خبرني استغيل أقسم بالله استغيل يا أخي خلاص يا أخي خليت الواحد يطلع من البيت يدنق راسه تحت. يا ساتر لا خلي راسك مرفوع والله من جد والله من جد خل راسك مرفوع يا رجال كورة بس. الله يستشف محمد الفايز وجمجمة توقع بيمشون بس باقي شوي يعني نايف هزازي يطلع يمشون والله يا ليت نايف هزازي يطلع وسام المولد وتكتمل احسن لهم يمشون حتى نايف وسام احسن لهم على شو يسمع الرئيس ذا نادي ما يدفع فلوس احسن لهم يمشون. طيب واضحة الصورة غالي يعطيك العافية واشكرك على هذا البرنامج. شكرا لك. في معنا عبد الملك تفضل يا عبد الملك. كيف حالك يا سامر؟ حياك الله يا غالي. طيب بخير الله يبارك فيك. بس بخصوص اليوم انا سمعت او قريت بالاصح في احدى الصحف انه في رئيس نادي سابق للاتحاد صاحب انجازات بيجهز اعضاء اداره جديده في حال استقاله الاداره الحاليه او ايوه ايش عندك خبر او عندك تعليق؟ شوف بتاخذ الكلام اللي موجود في الايام هذه بتاخذ اشياء كثيره بيقول لك رؤساء وعقود رعايه ويقول لك ما ادري ايش فيعني الفتره هذه لين بعد الصيف شو بيجيك الصيف في نهايه الموسم بعد شهر فبتسمع اشياء كثيره فلا لا تحط ببالك الاشياء اللي تطلع بشكل رسمي. طيب بعدين ايش رايك انت او ايش بتقول عن الله يرحمه عدنان جمجوم والفرق بينه وبين عادل جمجوم الحالي؟ انت عشان اسم العائله يعني؟ لا ما عشان اسمه يعني هذا جمجوم فيش الفرق بين هذا جمجوم وهذا جمجوم الحالي ده. هذا عاد يبغى له حلقه يعني كامله يعطيك العافيه يعني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله يسكن في جناته. شكرا شكرا لك وشكرا لمتابعتكم برنامج الجوله. كان الشباب عندهم شغله الظاهر. ها طيب ان شاء الله نكون معكم في برنامج غرفه 11 الساعه 10 مساء. الان وقت الاخبار مع نواف الضفيري. تمسون على الف خير.